السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا التمارين ديال الكونكور ديال اللي خدمت عليه اللي غنديرو دابا على بارتي ميكانيك. عندنا ليكزارسيس نيميرو 5 وعندنا على ليكزارسيس نيميرو 6 هو في الميكانيك. بون غنديرو دابا ليكزارسيس 5، الى طوال شويه راه نقسمو على دو فيديو. حيت مالا ما كنبغيش ندير فيديو طوال، حيت ندير فيديو قصير خفيف ظريف. المهم، ان جوغ لونس اون بال دو تينيس دو دي 1 متر 5 متر verticalement et la frappe avec sa raquette quand le centre d'inertie de la balle est situé à une hauteur h que celle de la balle. Donc la balle de cora diamètre de la balle de 5 cm qui lance le cora le fort lui qui tire le derrière qui tire la hauteur de la balle et je fais 25 qui drame alors vous dites que la frappe dans, avec sa raquette quand le centre d'inertie de la balle est situé à une hauteur h. Donc, il lui communique alors une vitesse horizontale de valeur V0, c'est 20 mètres par seconde, V0 à 10, et qui drop V0 à Tchilis. Voilà, donc, qui est de la raquette d'ailleurs, qui drop Tchilis à 20 On suppose que les frottements dus à l'air sont négligeables. Le filet de hauteur H fait 0,9 mètres, c'est-à-dire, est situé à la distance D, donc du point de lancement. Donc, le filet il commence à tirer, mais il est à 10 mètres. Un chevaux est chic, quand je fais la bonne réponse, le chevaux est chic. Donc, fait des exercices de mécanique, je vais faire la بون سيت في لي كونكور كاملين. اول حاجه خصك تكون يكون عندك فهمتي بعد النظر. كتشوف دابا كتشوف الاجوبه حيت بعدا ما كاينش الوقت بزاف، خاصك تشك في الجواب اللي غادي يكون صحيح من خلال القرايه ديالك فهمتي. تشك تخرج في الاول، تخرج داكشي اللي غادي تخدم به في الاسئله، تشوف الاسئله كي دايرين، تخرج داكشي اللي غتخدم به وتشك السؤال اللي غادي يكون صحيح باش ما تبقاش غادي معطل. فوالا اجي نشوفو دابا شنو غادي ندير. دونك عندنا هنايا في زيرو، أول حاجة عطينا هاد في زيرو هادي نديرو لها الإسقاطات ديالها في هاد المعلم هادا إيكغيك إكس هنايا أو. دونك نجيو في زيرو عندنا لها الإسقاطات ديالها، شنو غادي تعطينا بالضبط هاد في زيرو هادي؟ لا نجيو بحال هنايا وأنا نديرو نمشي لواحد الشريط هنايا. دونك عندنا في زيرو درنا الإسقاطات، عندنا دو كومبوزون دو زيرو إيكغيك تساوي شي لعيبة و في زيرو إكس تساوي شي لعيبة. في زيرو إيكغيك شحال كتساوي؟ هادي إلا سقطنا على إيكغيك راه متوازية معاها، دونك علاش هي هاد الصراع هو المنظم هو في زيرو، شحال متوازية معاها الكوس ديال الزاوية بيناتهم كيساوي زيرو، يعني غتبقى لنا في زيرو هنا. ولا سقطنا على إكس متعامدة معاها غتكون زار مع الكوس الزاوية بيناتهم مقبي على جوج، كوس مقبي على جوج زار. فوالا كيفاش كنديرو هاد الإسقاطات؟ المهم راه الدراري ديال الباك راه عارفين هادشي هذا. راه كتشد مثلا هاد الزار غادي تسقط على إكراك، إكراك غادي معاها مثلا واحد المتجه هنايا جي، كدير بروجيكسيون في زيرو فوا جي، في زيرو فوا جي، في زيرو المنظم ديالها هو في زيرو، جي المنظم ديالها واحد، كوس زاوية جدا سلم الكوس الزاوية ديال بيناتهم كوس زاوية هو واحد، دونك بقات في زاوية كذلك اي تصا ديرو لها بحال هكا. فوالا دونك هادي في زاوية حنا درنا الاسقاطات كنخدمو كنجبدو لا فيتاس، نجبدو لاكسيليراسيون، ونجبدو فيكتور دو بوزيسيون. هادو هما كنخدمو فيهم كاع الاسئلة اللي راه عطيونا. كنخدمو بهاد تلاتة الحوايج، الفيتاس اي تمرين ديال الميكانيك تخدم بهاد اللعيبات، تجبد الفيتاس، تجبد لاكسيليراسيون، تجبد الفيكتور دو بوزيسيون، ليكواسيون دو تراجيكتوار تاعي مع المرات كل شي حاجه صافي. هادو هما اللي كتخدم بيهم. دونك اجي نبداو حاجه بحاجه. جبدنا في زيرو هادي، جبد في زيرو دابا شنو نديرو؟ نجبدو لاكسيليراسيون. الكره ملي غادي تلاح شنو غادي يوقع ليها؟ الكره ملي غادي تلاح، الكره ملي غادي تلاح شنو غادي يوقع؟ قلنا عطينا لي فخوتمون افيك لاغ شنو ولا On suppose que les frappes de l'air sont négligeables. Donc le corps vient de tlah, on va faire la force une qui est le poids de l'air. On va faire un genre de l'air. On a
L'ODR, la paix, celle qui s'est opé, L, moi G. Voilà. Alors, j'ai de l'accélération, on va dire le halo tel il t'hrik, le halo l'assist il t'hrik. Bon, allez là, halo tel il l'y entend, c'est bien. Voilà, je rigole, là, la somme de force extérieure, c'est au M dv à la dt, le M carré. Voilà. Donc, la somme des forces, là, de moi, P. C'est un M fois DV là DT. On s'appelle que c'est un je dis DV là DT. Et dis là DIA A. DV là DT y a. Voilà. DV là DT y a. Donc là y a P. C'est le que c'est un il y a un G. C'est un A. C'est un jumeau là y a un. هاي لو هادي معادي A كتساوي جي وعلى بلاك استنتجو أن A تساوي جي فوالا جي اللي درنا ليها كنجي حنا غنجبدو A جي نديرو ليها تاني الإسقاطات ديالنا جي الإسقاطات ديالنا تا هي عندنا دو كومبوزون جي سيفون إكغيك تساوي شي حاجة جي سيفون إكس تساوي شي حاجة الكوار مثلا كاين حدايا نبدلو هاد الفو هذا ام تدير هكا دونك جي تاهي غادي هابط لتحت جي تاهي غادي هابط لتحت دونك الى درنا الاسقاط صفر اكراك شحال تعطينا زيرو تعاملنا مع اكراك اكراك دير هكا هادي ديرها دونك زيرو وصفر اكس اكس غادي فوق وهادي هابط لتحت هي موان موان جي علاش ما عندي هابط لتحت اكس العدد المعلوم فوق دونك ا نسيتو ان ا تسارع ولا لاكسيليراسيون شنو كتساوي عاد شي دي كومبوزون سيدي واحد ا اكغيك تساوي شي حاجة و ا اكس تساوي شي حاجة قلنا ا كتساوي جي دونك هادي ا اكغيك زيرو هادي موش دونك جبدنا غادي نجي نحيدو هاد العجب هذا كامل نخليو اكسبو هنايا فوق هنا دونك ا تساوي عدد العلبة تاعتو ا ايكاي تساوي زيرو ا اكس تساوي بوش فوا بلا ما كتبقى غادي خدام جبدنا ا جبد الفيت جبد لا فيتاس انا جبدو لا فيتاس دونك شنو عندنا من اخر من اعاوتاني غادي نجبدو منا لا فيتاس دونك شنو عندنا هنايا عندنا ا كتساوي هاديك اللعيبات نديرو لي زانتيغرال انتوما عارفين ا تساوي دي في لا تي تي دونك حنا بغينا دابا نديرو انتيغرال ديال هاد الاجابات فوالا شنو هنايا شنو دونك في شنو غادي تساوي في هادي راه دي زيرو هادي فوالا في شنو كتساوي هنايا تاهي دا دو كومبوزونس ما خدامي في الاخر على بلو اكس اكراك دونك ديما دو كومبوزونس اللي نخدمو عليهم في اكراك تساوي شي حاجة و في اكس تساوي شي حاجة في اكراك شحال غادي تساوي هادي زيرو دونك اون كونستانت نسميو في زيرو اكراك في زيرو اكراك اللي هي اي حسبناها في الاول ها هي في زيرو هنايا كتساوي في زيرو دونك هنا في إكراك تساوي في زيرو في إكس اش غادي تساوي في إكس موان جي تي بليس في زيرو إكس في زيرو إكس سيبيلا هي زيرو دونك في جي في إكس هي موان جي تي دونك غادي نكتبوها تا هي هادو هما جوج كتخرج هادو من الأولين صافي كيبقى لك من بعد كلشي كيجيك ساهل فهمتي كتبقى غير ديرها في ليزيك وعارفين وطاط كتخرج داكشي بيخا زاد شنو كتساوي اللي عندنا في زيرو كيك تساوي شي حاجة لقينا كتساوي في زيرو في زيرو اكس لا في اكراك في اكراك في اكراك تساوي في زيرو وفي اكس تساوي
مو جد عيلة فيزا رئيس العائلة فيزا رئيس قلنا لك تساوي زعر شنو قال لي لدى قالت لي لا فيكتور دو بوزيسي هو الاخران هذا هو اللي عليه كلش صبرت هو اوبس الان صافي وجد دونك هنا جيش فوالا دونك شنو هنايا غاش نديرو دابا قلنا نديرو عرفتي شنو نديرو انتجرال الانتجرال ديال هذا دونك او الفو ان او ان شكيساو دونك حتى إيكغيك تساوي شي حاجة من إكس تساوي شي حاجة إيكغيك تساوي من زيرو في زيرو تي بليس إيكغيك زيرو هاد لا كونسونس تاع إيكغيك وهادي تساوي موان زو دو جي تي كار بليس إكس زا هاد لا كونسونس تاع الأخ من إكس كانو ديرو توجب دوت إيكغيك زيرو في الموقع في ديك تساوي زيرو شحال كانت إيكغيك نعوضو تي زيرو ولا شحال في شي حاجة زيرو ديك تساوي زيرو في كان الكور في كان الفو ان كان هنا إيكغيك ديالو شحال هنايا كان المهم مكتشبو هنايا دونك معرفتش أتي تساوي زيرو فين كان الفو ان كان هنا إيكغيك شحال كان إيكغيك ديالو هو زيرو دونك إيكغيك تساوي زيرو لأن زيرو تساوي في زيرو في زيرو في زيرو هي بعطي اللي هي 20 في تي تي تساوي زيرو هي زيرو إيكغيك زيرو طب إيكغيك زيرو تساوي زيرو هيدو هادي صافي قاتلة أخرى عاوتاني أتي تساوي زيرو أتي تساوي زيرو البوان أن فين كان البوان أن البوان أن كان هنا عاوتاني البوان أن كان هنا شحال كان هاد إكس هذا إكس هنايا هو هاد أش هادي هو هاد الارتفاع هذا اش دونك اكس كان كيساوي اش اكس كيساوي اش اكس كيساوي اش يعني هنايا اش تساوي هادي زيرو مشات زيرو تما تكتساوي زيرو اكس زيرو دونك اكس زيرو كيساوي اش دونك نجي ونعاود نكتبو هادي مزيان نكتبو مزيان وآد تساوي فوالا شنو كتساوي قلنا عندنا إكراك كتساوي في زيرو تي إكس تساوي موان زيرو سيغ دو جي تي كاري بلوس أش فوالا هادشي اللي عندنا دابا دونك جبدناهم كاملين جبدنا هادو كاملين دونك بقى لينا دابا غنشوفو الأسئلة اللي عندنا ونخدمو عليها صافي هادشي اللي بقى لينا شحال دايز ديال الوقت 13 دقيقة بارك دونك غنسكر الفيديو الفيديو الجاي غادي نديرو الأسئلة المهم خرجنا بعد هادشي الفيديو الجاي غادي نبقاو نخدمو به دونك إن شاء الله اللي عجبو الفيديو راه يدخل السيت غادي يلقى داكشي مرتب على السيت كيف الديسكريبسيون راه كاين التمارين قبل في الباص ولا كل حاجة المهم حتى في الفيزيك التمارين اللي صبو يشوفو تاعو اللي عجبو شي حاجة بارطاجيها وراه كاين الباج فيسبوك تاعي غتلقى فيها لي نوفو ديالنا ها كيفاش تدخلو السيت دخلو بقى شوفيها ومن اللعيبات شوفو كيفاش البغداد والسلام عليكم.